اختارينا اليوم اننا هذا الزي او هذا اللباس او هذا الهندام اللي تعبر عن الموت، علاش اختاريناه؟ لان الوضعيه تاعنا فحقيقه فهي تتسير نحو الموت البطيء، لان ما عندنا تغطيه صحيه، ما عندنا تعويضات عائليه، ما عندنا الحد الادنى للاجر، وبالتالي فالناس هنا اللي تيمرضوا فتيكونوا مهددين بالموت في اي لحظه. ما الظروف الاجتماعيه هي اللي خلتهم انه يرتديوا هذا اللباس. وتنوجه كذلك واحد الرساله للسي عزيز اخنوش رئيس المجلس الجماعي لاكادير، اللي استبشرنا خيرا بالتراس الجماعه ديال اكادير انه يحل لنا هذا المشكل على غرار باقي المدن المغربيه. وشكرا لكم. الاعتصام ديالنا جاء نتيجه ديال عدم استجابه للمطالب ديالنا اللي هي عاديه، مطالب عاديه، ما تنطلبوا حتى شي حاجه، تنطلبوا المطالب لاي واحد، اي مواطن من المفروض انها تكون عنده، مثل التغطيه الصحيه، التعويضات العائليه، التقاعد، ثم الحد الادنى للاجر. الاشكال اللي عندنا حاليا هو ان اعضاء ديال المجلس البلدي لحد الان بعد ما دفعنا لهم العديد من الطلبات مازال ما استجبوش لنا. تنتمنوا من خلالكم ومن خلال مجموعه ديال الوسطاء ان هاد الناس يفتحوا قنوات التواصل، وباننا مجرد عمال عاديين. احنا هنا ما جيناش باش اننا نستعرضوا العضلات ديالنا، وانما جينا من اجل الحقوق تاعنا اللي ناضلنا لها، اللي ناضلنا من اجلها منذ سنوات. احنا الان لتنوير الراي العام وتنوير الراي سواء المحلي او الوطني، احنا ما يسمون بالعمال العرضيين او عمال الانعاش الوطني، تابعين للجامعه جامعه اكادير التي تعتبر اغنى مدينه في اكادير في المغرب عفوا، بدائما ما تحقق فائضا ماليا في ميزانيتها، حتى في هذه السنه حققت ميزانيه. نحن الآن نعتصم ما يزيد على 13 يوم أمام مقر البلدية، وكما ترون هؤلاء الإخوة الآن مصرون على أن يتسجون بالبياض تعبيرا على أنهم أموات، في أكفان بيضاء تعبيرا على أنهم أموات. والسبب قد تتساءلون ما السبب؟ السبب للأسف الشديد أنه بعد ما يزيد على 20 سنة ونيف، فإذا به كنا ننتظر الجزاء من هذه البلدية، فإذا به كان الجزاء ما شاء الله، لم جزاء لم يخطر على بال أي إنسان. هذه البلدية التي سبق الذكر أنها أغنى بلدية فاجأتنا بأن عبقريتها وعبقرية دهاقنتها تفتقت عن شيء والله أكثر من الاستغراب، أنها قالت بأن الوضع مأساوي جدا، وأن الوضع يستدعي تدخلا سريعا من أجل توفير المأوى والمسكن والمشرب، ومن أجل مصاحبة طبية والبحث عن طاقم عمل متميز. لكن لمن؟ للأسف الشديد للكلاب. ونحن والله نقول سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، أننا للأسف الشديد لم نولد كلابا، بل ولدنا بشرا سويا. فلو ولدنا كلابا لكان لنا المأوى، وكان لنا المأكل، وكان لنا المشرب. سجل يا تاريخ أن الناس هنا فضلوا وارتأوا الموت على أن يبقوا أحياء، أمواتا بين الأحياء، وكما تعرفون الأموات لا يقبلون بالأحياء بينهم. لهذا والله إننا نأسف، للأسف الشديد هكذا ولدنا في بلد وفي مدينة أنها فضلت الكلاب على بني البشر. فيا ليتني ولدت كلبا، هكذا يقول لسان حالنا الآن. بدل فالكلب له اعتبار لدى المجلس البلدي الموقر، في حين أن اسم محمد وعبد الله والبشير ليس له أي اعتبار، ليس له أي اعتبار. لهذا نطلب من ذوي المروءات وذوي النخوة وذوي الرجولة، بالله عليكم، فنحن لنا عليكم حق، لنا عليكم حق. حقنا هو أن حق الميت على الحي هو إكرامه، وإكرامه بدفنه. فبالله فيا أهل النخوة أكرمونا بدفننا في مقابر المسلمين، ولا تبكوا علينا ولا تدرفوا ولو دمعة واحدة. كل ما نطلبه منكم هو أن تدعوا الله عز وجل أن يقطع دابر الكلاب، حتى يعيش الذين سيأتون من بعدنا من البؤساء، ويحظون برعاية من مجلسنا ومن عمدة الموقرة.